بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الافاضل اينما كنتم على بركه الله نبدا مرحبا بكم الى المباراه الثمن النهائيه السادسه في هذه البطوله الافريقيه للامم الجاريه وقعها في مصر، ومباشره من ملعب الدفاع الجوي مباراه الخضر منتخب الجزائر امام منتخب غينيا في ثالث مواجهه بين المنتخبين عبر التاريخ في نهائيات كاس امم افريقيا. فوز للجزائر واخر لغينيا في انتظار المواجهه الثالثه في حضور جماهيري يتزايد، جزائري يتزايد وسيتزايد اكثر، يتزايد اكثر ايضا بالدعم مصري ودعم تونسي ايضا. المنتخبات الحاضره المتواجده وجماهيرها في مدرجات ملعب الدفاع الجوي وفي هذه البطوله الافريقيه 32 في عمر القاره السمراء منذ 62 عاما. سبق له أن فاز بكأس الخليج مع منتخب قطر، وسافاز بتسعة ألقاب مع الخوية والدحيل والمنتخب القطري. هاي تشكيلة المنتخب الجزائري بنفس التشكيل الذي لعب به المباراتين الأولى والثانية بالرئيس، هو جدا اليوم أمام المنتخب الجزائري بقيادة اللاعب كانتي مارتيني. على المرور من أمام ديراستام يوسف بلايلي، والحكم يصفر أول خطأ لصالح المنتخب الجزائري. عيسى مندي في القائمة الثانية لم يلحق هذه الكرة ومرت سلامات. نلعبها ونلعبها، با 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 ماذا فعلت؟ كان ممكن تلمسها بيدك يا رئيس يا وهاب مبولحي لأن الكرة لم تكن متعمدة. خروج من بن ناصر من هنالك على الجهة اليسرى لاعب الميلان ابتداء من الموسم المقبل، والكرة البعيدة البحث عن بغداد. التغطية الدفاعية راحت ليوسف البليلي، عنده الكرة الآن يغير لرياض. لا لا وخطأ. سلامتك يا رياض، سلامتك. والبطاقة الصفراء الأولى يا سيد الحكم، البطاقة الصفراء الأولى يا سيد الحكم. يا عدلان عدلان عدلان، ولا لا جديورة والتسديدة من بعيد، عنده التسديدات الناشفة القوية. الكرة هذه عن طريق اللاعب كامارا ولكن بعيدة بعيدة من مادي كامارا. من هنالك يبحث عن بليلي، وصلته يوسف. اوي 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 من جمال، بحث عن بغداد، كرة خطيرة، بغداد راح، بغداد بغداد يا بغداد يا بغداد، باليسرى يسدد بغداد، راحت عالية يطلبها في العمق، هايلة من بلعمري في اتجاه بنجاح، استلمها وسددها بيسرى. يا سلام عليك. ثانية عن طريق كامارا يغير تماما من هنالك، والكرة راحت سهلة لرئيس وهاب مبولح. خلف جمال بلعمري يبحث عن بنجاح، كرة بعيدة هايلة، وبنجاح وبنجاح وضعي تسلل، وضعي تسلل يا بغداد، وضعي التسلل، الحكم أشار لها. هل فيه وضعية أم لا؟ نشوف الإعادة بالتصوير البطيء. الثالثة راح تكون في الشباك يا بغداد. إبراهيم التراوري، العدلان قديورة بالرأس، التغطية وراحت سهلة مباشرة لرئيس وهاب مبولح. البطاقة الصفراء ممكن تعطيها المندي وليس لعدلان. خلونا نشوف الإعادة ونشوف بأن عطال. أوه يا عطال، أوه يا عطال، أوه يا عطال، لازم المساعدة. التغطية الدفاعية من عيسى مندي، من الكرة غينية في الخلف، محاولة التسديد. أوه لا عطال، عطال عطال عطال، يوصل عطال، يدخل عطال، يراوغ عطال. أوه التغطية يسترجعها رياض في المراوغة، رياض راوغ، رياض يدخل، رياض والحارس علي بنجاح. ترجع ليوسف، هاي كرة جول، هاي كرة جول، هاي كرة جول، هاي كرة جول، هاي كرة جول. لاعب نادي أوسير محمد يطار يحاول يتوغل من امام عطال، يلعب عرضية بعيدة 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 مرة. ابراهيم كوني كرة بعيدة للامام، عطال بالراس لم يقدر، وعيسى مندي في التغطية راحت من عدلان، عدلان يطلبها بغداد. وبابا بابا جاب، يا بابا يا سلام، يا بغداد ماذا ضيعت يا بنجاح؟ هائلة من عدلان لبغداد، رقبها بصدر الرائع بغداد وحطها في السماء. يا سلام، كان متأكدا من تسجيل الجول. يا بغداد، يا بغداد، خيرها في غيرها. عيسى مندي، عيسى مندي ماذا فعلت؟ الكرة ضاعت والانطلاقة، محاولة التسديد، سلامات.
من يوسف بليلي البحث عن مندي يا 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 كرة من هنالك بليلي يرفع كرة في القائمة الثانية وفابرامي كاد يسجل هدف ولا في الأحلام مع يوسف دخل يوسف راح يوسف فابا جول 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 يا له من جول ارقص يا يوسف ارقص يا بغداد جول لعبة عالمية يا سلام جول لعبة كبار يا يوسف وبغداد جول 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 يا سلام عليك يا يوسف بليلي الرائع بليلي المبدع يستند على الغول بغداد ويأتي الجول يا سلام يا سلام عليك يا يوسف يا بليلي جول ثاني لواحد من جوهر الكرة الجزائرية يا يوسف بليلي يوسف المبدع وبغداد الغول ونياد الغزال والجزائر الأبطال يا سلام يا لام اللعبة يا بغداد ويا يوسف ماذا ستفعلون العام الجاي مع السد في هكذا ثنائي بليلي ويوسف بغداد راح رياض راح رياض يلعب مع سفيان 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 اولالا عدلان يغير تماما على الجهة اليمنى النوء في اللعب الكرة القصيرة والبعيدة رياض تلعب في اتجاه اللاعب تراوري يحاول يمر بيسرى يوزع كرة الدفاع سفيان راح بغداد راح بغداد راح بغداد سفيان لبغداد والحارس اغلق من هنالك يا رامي اغلق من هنالك يا رامي اغلق من هنالك يا رامي ورايس كثير على عطال مركزين كثير على الجهة اليمنى من خط الخلفي لدفاع المنتخب الجزائري الإصرار الكرة من هنالك محاولة التوزيع يا عطال بعيدة تماما والتغطية من يا يوسف يا يوسف دوري لاعب نادي بروسيا مونشنغلادباخ حاول يمر برايم تراوري ولا يا جمال ولا رياض 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 وخطا معلش الحق بسرعة رياض من امام سفيان هايل الكرة من يوسف بليلي الهايل يلعبها لسفيان الحق عليه رياض من هنالك ولا ورغم الوضعية الصعبة ثلاث لاعبين سرعة فائقة ادخل المباراة الربع النهائي حذري بن سبعيني في حاجة لمساندة تلعب الكرة في العمق ولكنها بعيدة مباشرة للتماس حذاري حط رجلك يا بغداد حذاري يا بغداد من امام يلعب عليه رياض 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 ماذا رياض رياض ويوسف دخل يوسف يوسف ولا الفرص التي تتح له في الشوط الثاني بقيادة الحكم برنار كاميل من السيشل الذي رياض مع بغداد بنجاح ولا يا سيد الحكم وضع التسلل ولا ولا وضع التسلل يا 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 الكرة البعيدة بغداد متسلل نعم يا بغداد تنسى نفسك شوية خلها لسفيان سفيان يلعبها مع رياض رياض يراقب كورتو في خطأ نعم مرة ثانية هذا ارجع يا يوسف ارجع يا يوسف ارجع يا يوسف التغطية من هنالك رائعة من عدلان والمراوغة يلعبها في الوسط غينيا الكرة عن طريق اللاعب كامارا ولا رئيس أول كرة صعبة على رئيس من مادي كامارا كرة ممتازة من اسماعيل بن ناصر للقائم الثاني رياض محرز وجول 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 إنيال إنيال جول رياض حطها في الجول يا سلام يا رياض استلمها لقب برامج وحطها في الجول إنيال يا رياض جول الجول الثاني للمنتخب الجزائري يا سلام يا له من رياض ويا له من استلام يا له من مراوغة تسديد وجول قلنا لكم كنترول رياض يسوى مشاوير لاعبين كنترول والاروع استلمها بيسرى وحطها في الجول برافو يا رياض جول برافو يا رياض جول يا سلام عليك يا سلام بن ناصر هو اللي حطها لرياض بوم حطها في الجهه اليمنى وجول
كرة يا ترى يراوغ يا ترى يدخل يا ترى يلعب على الجهة اليسرى. هاي كرة صعبة خطيرة رهيب. الكرة عن طريق رامي بن سبعيني بعيدة تماما وراي تسلل. نعم خلي الكرة خلي الكرة يا بغداد. طلع من هنالك على الجهة اليسرى عن طريق لاعب سيلا. هاي كرة صعبة خطيرة أرضية رئيس. بغداد راح بغداد دخل بغداد ورياض